لو عرفت اليوم اللي هتموت فيه بالظبط، يا ترى هتقضي بقية عمرك ازاي؟ في طاعة وصلاة، ولا متعة وشهوات؟ ولا الموضوع مش هيفرق معاك من الأصل؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من روائي، القناة اللي بتراجع وبترشح أهم الروايات العربية والأجنبية المترجمة. النهاردة المفروض كان معاد مراجعة رواية أجنبية جديدة، لكن صدر عمل مهم في الأيام اللي فاتت وكان لازم نراجعه. مش شرط العمل الجديد يكون ترشيح للقراية، لكن هنقرر ده في نهاية الحلقة. رواية ضارب الطبل للكاتب أشرف الخميسي صدرت عن دار الشروق في أغسطس 2017. عن نفسي بضم الخميسي مع العشماوي وشكري فشير في حتة واحدة، ناس كتبوا متأخر في حياتهم بعد ما عدوا كل مراحل المراهقة الأدبية، فانت ضامن في كل مرة عمل محترم وفكرة وأسلوب جداد متعوب عليهم. فبعد مناف الرب وانحراف حاد اللي ترشحوا للبوكر العربي، بيرجع الخميسي بضارب الطبل اللي اتكتبت كذا مرة وراحت لكذا دار نشر وتغير اسمها. بتدور الرواية في قرية بالأقصر في وسط الجبل، بيتم اختراع جهاز بيعرف يحدد بالظبط الإنسان هيموت إمتى. أي مولود جديد أبوه بيعرضه على الجهاز في مكتب الصحة، لكن ممنوع إن الطفل يعرف ميعاد موته قبل ما يتم 18 سنة، ساعتها هيروح هو بنفسه ويعرف فاضله قد إيه في عمره. بنشوف نماذج مختلفة لأهالي القرية واليوم الأخير لكل واحد فيهم، منهم اللي هيموت النهاردة، منه اللي فاضله سنة فبيتجوز واحدة برضه فاضلها سنة وتموت، وبيعيشوا حياتهم بالطول والعرض اللي فاضل منها. واللي عرف ان هو ومراته وولاده الثلاثة هيموتوا في نفس اليوم. وبتستعرض الرواية الشخصيات الغريبة اللي عايشة حواليهم ومحدش عارف هم هيموتوا امتى، زي حفار القبور اللي بيحضر القبور في قلب الجبل حسب مواعيد الوفاة اللي معاه، والست العجوز البغي اللي بتحب الحياة وجابت رجل كل واحد في اهل القرية، وضارب الطبل اللي رافض قوانين الجهاز من زمان وهرب لقلب الصحراء بفلسفته وحكمته الخاصة. وبتاخدنا الرواية علشان نعرف ازاي كل واحد من الشخصيات دي هيتعامل مع فكرة الموت واليوم الاخير ليه. كمان بنعرف تاريخ الجهاز وازاي تم تطبيقه على الناس وايه مصير اللي بيحاولوا يهربوا منه، وكمان رأي الدين في الموضوع ده. احنا بنتكلم هنا عن فكرة عبقرية اكيد جت في بال حد فينا قبل كده، وممكن تكون كمان اتقدمت في اعمال فنية، لكن الاتهام ان الفكرة هي الرواية لكوزي ساراماجو اعتقد ان هو مش مظبوط. صحيح ان الفكرة بتدور حوالين الموت والخلود، لكن بطريقة تانية خالص بعيدة عن ضارب الطبل. الكاتب استخدم اسلوب الكلوزد ثيرد بيرسون ناريتور اللي بيقربنا من كذا شخصية بيحكي لنا عنها وبيعرفنا على مشاعرها الداخلية. الزمن هنا غير معلوم، لان ما اعتقدش ان دي كانت اولوية للكاتب، لانه بيركز اكتر على الفكرة والشخصيات، واللي رغم كترهم واختلاف أعمارهم وسلوكهم ومساحتهم على الورق، اللي انتقال ما بينهم كان في منتهى السلاسة، وهتبقى عارف كل شخصية كويس ومستنيه يرجع علشان تعرف باقي قصته. وده بيرجع لأسلوب الكاتب المميز بيه والرائع في السرد والوصف. أفضل الشخصيات على الإطلاق هم أهالي القرية نفسهم، طريقة تقديمهم كانت في منتهى الروعة لغاية آخر يوم في حياتهم ومشاعرهم وقتها. شخصية حفار القبور غموضها اللي كان محليها، لكن تفاصيل حياتها وتاريخها كانت مملة وممكن تجاوزها. الست البغي وضارب الطبل كانوا شخصيات نمطية جدا، وقصص الأهالي العادية كانت أصدق وأحلى منهم بكتير. من أهم عيوب الرواية التنسيق الداخلي، من أول لآخر صفحة مفيش سطر فيه فراغ يوحد الله، كربسة كلام غير طبيعية خلت تجربة القراية متعبة جدا، وده طبعا توفيرا للورق. مع ان الغلاف اكثر من رائع، عودة لرسم اللوحات بعيدا عن الصور القص واللزق. الجزء الاوسط في الرواية هو اضعف جزء فيها، سرد ووصف اكتر من اللازم بدون اي تطور في الاحداث، بعيدنا عن الفكرة والقصة الاساسية اللي القارئ اصلا متابعهم ومش مهتم خالص بالحكم والمواعظ اللي بتتقال على لسان الشخصيات. ضارب الطبل رواية تقيلة ما ينفعش تقراها كتسلية وانت مثلا قاعد على البحر، عايزة تركيز وصبر وتذوق، وقبل كل ده استعداد لتقبل افكار متفتحة. احنا بنتكلم على معتقدات دينية وفكرية مش بسيطة، كمان الجنس متواجد بقوة في الرواية، لكن
يعني ما وصلش لمرحلة القرف. لو انت ما عندكش مشكلة في الكلام ده، انا برشح لك الرواية جدا للقراية. شوفوا بروم الرواية علشان تتعرفوا على جوها اكتر، واستنوا رواية جديدة الاسبوع اللي جاي. سلام.